السلام عليكم. هذه آخر تحركات سليماني. هل العراق سبب قرار اغتياله الآن؟ إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بالفيديو. اغتالت الولايات المتحدة فجر الجمعة قائد فريق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد، معللة ذلك بأنها تتهم بالإرهاب رغم تصنيفها له منذ 10 سنوات إرهابيا. وبررت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون توقيت ومكان اتخاذ الخطوة باتهام سليماني بالتخطيط للاستهداف قوات من دبلوماسي الولايات المتحدة في الأراضي العراقية. وجاء ذلك في بيان البنتاغون صباح الجمعة أن الجيش الأمريكي وبتعليمات من الرئيس دونالد ترامب قتل قاسم سليماني قائد فريق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المدرج من قبل واشنطن على قوائم الإرهاب، ليخطو الجيش بذلك خطوة لحماية موظفي الولايات المتحدة. وأوضح البيان أن سليماني وفريق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الجنود الأمريكيين، وأضاف أن القائد الإيراني البارز كان يخطط بشكل فعال لتنفيذ هجمات ضد الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين بالعراق ودول المنطقة. وكان سليماني قادم إلى بغداد لدى اغتياله رغم الاستنفار الأمريكي الشديد فيها على خلفية الاقتحام متظاهرين موالين لطهران سفارة واشنطن لدى العراق قبل أيام، ما يثير تساؤلات حول إن كانت التحركات الأخيرة في العراق سبب قرار اغتياله. ومؤخرا اتهم الرجل بأنه الدرع التنفيذية الرئيسية للسياسة الإيرانية في العراق، وآخر اهتماماتها منع الإطاحة بحكومة العراق وإنهاء احتجاجات ضدها استمرت أشهر وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وتعزيز نفوذ طهران على حساب واشنطن، لا سيما أن سليماني يعد رئيس حرب إيران في المنطقة. وشكل إضراب الوضع السياسي في العراق في الآونة الأخيرة فرصة للولايات المتحدة للحد من القبضة الإيرانية، ما حول المشهد إلى تجاذب بين البلدين. كانت آخر فصوله قصف أمريكي استهدف كتائب حزب الله العراقية الموالية لطهران وتحرك أدرعها الأخيرة ضد سفارة واشنطن. وفي الأخير إذا أعجبك الخبر لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا.